أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عبر محطة اي بي سي خليجية. أنا سوسن بوكروم، بيسعدني انضم لفريق عمل المحطة ببيروت، واليوم رح نبدأ حلقتنا مع ضيف مميز جدا. فاصل قصير ورح تتعرفوا على ضيفتنا. بيسعدني استقبل بالحلقة الأولى سيدة نيلة الحلاني. أهلا وسهلا فيك نيلة ببرنامجنا اليوم. أهلا ست سوسن، أهلا فيك. رح أعرف عنك شوي. ضيفتي حائزة على ماجستير تربية لعنفية، ماجستير أدب فرنسي، أستاذة محاضرة سابقة في الجامعة اللبنانية وأستاذة ثانوي، ومدربة ذكاء عاطفي وتواصل لعنفي وإدارة الغضب، مدربة برمجة لغوية عصبية ومدربة حياة. يعني اسم الله لليحة طويلة، يعطيك ألف عافية. لا فيك، شكرا. رح نبدأ بحلقتنا مثل ما قلنا اللي موضوعها دور التربية في تنمية الوعي الذاتي. كلمة الوعي الذاتي هي كتير كبيرة، بتمنى من حضرتك تعرفينا ما هو الوعي الذاتي. صحيح، الوعي الذاتي بتشمل كتير شغلات. يعني الواحد بده يقول وعي ذاتي بيخطر على باله شغلات كتير. شو هو الوعي الذاتي؟ أهم شيء يفهم الواحد ذاته. هالقد بسيطة، هل يا ترى هالقد بسيطة؟ فيها كتير أمور بدنا ندخل فيها. يعني أول شغلة الواحد بده يفهمها عن ذاته هو أسباب انفعالاته. مثلاً ليه غضبان، ليه فرحان، ليه موتر، ليه ردة فعله كانت بهالطريقة هيدي. وأكيد ردات الفعل هيدي إجمالاً إلى علاقة كمان بالطفولة وبالتنشئة، الطريقة اللي نشأ فيها ببيت أهل. نحن مجرد ما نقول تربية، نعم، دغري بيخطر عبالنا أنه أطفال ودور الأهل بهاي التربية. فما هو دور الأهل بموضوع الوعي الذاتي؟ دور الأهل كتير مهم، لأنه أساس دورهم هو تنمية الشخصية للولد. نعم. يعني للأسف مش كل الأهل واعيين لهالدور هيدا. أغلب الأهل بيحبوا يعملوا ابنهم على صورتهم ومثالهم. صح. يعني يشبههم بكل شيء، بتقاليدهم، بعاداتهم، حتى بطباعهم. الولد بيصير يقلد أهله لأنه الولد عم بيشوف هالأهل عم يتصرفوا بهالطريقة. وبالنسبة للولد، الأهل هن المثال الأعلى، هن أول نموذج بده يقلده بالحياة. صحيح. فبالتالي بيصير يقلدهم بكل شيء. هلأ دور الأهل بتنمية الوعي الذاتي هون كتير مهم، انه الاهل ما يكونوا عنيفين مع الولد. ما يكونوا عم يتصرفوا بعنف مع الولد. كيف يعني بعنف؟ نعم، في عنا انواع من العنف مثل ما بنعرف. بالزبط. مش بس هو ضرب وغيره. بالضبط بالضبط، كل عنف. كان بالحكي ولا بالتعاطي اللي ما في احترام، ولا بالضرب، ولا بالتعنيف النفسي واللفظي. بالضبط. فهون الاهل بدهم ينتبهوا انه اي كلمه فيها تعدي على احترام الولد بدها تأثر بشخصيته بالمستقبل، وبدها تعمل ردة فعل. حتى لو بلحظتها يمكن ما بينت، بس بدها تحفر بذاكرته، لأنه الولد هو العقل الباطن اللي عنده. نعم. بيكون عم بيسجل يخزن، وعقل الباطن بيصير يخزن يخزن يخزن. وهيدي بس معلومة عم بعطيها هلأ كمان الأهل يعولها كمان. نعم. إنه قبل 12 سنة الولد بس بيخزن. يعني يمكن ما يعمل ردة فعل بوقتها، ولكن هالردات الفعل رح تظهر بعدين وقت يوصل على الحياة العملية، وقت يوصل بمرحلة المراهقة حتى. لأنه هون بيصير الوعي بين، بيصير الوعي تبعه يوعى، بيصير بده يسأل عن شخصيته وعن ذاته وعن هو شو هو. كرمالك بيصير في مرات خلافات بين الأهل والولد. أكيد بعد بيصير في بسموه تمرد أو شيء. لا، هو هيدا الوعي اللي وعي اللي فاق، لأنه قبل 12 سنة هو العقل الباطن اللي عم بيخزن. فبالتالي أي كلمة أو أي تصرف عنفي مع الولد بده يودي لردة فعل بعدين ممكن تكون مش كتير حلوة. يعني رسالة هون للأهل، ننتبه على الكلام، على التصرف، على أي شيء ممكن نصير أنه هالشيء رح يتخزن عند الولد، رح يرجع يطلعه لاحقاً بشكل من الأشكال. طبعاً في حالات كتير بيكون في غياب لدور الأهل، إما لأسباب كتير ممكن يكون غايبين جسدياً، أو بيكونوا مش قادرين يلعبوا الدور الحقيقي لهم. ففي حال غياب دور الأهل، كيف فينا نشتغل على هالتنمية الذاتية؟ مظبوط اللي حكيتيه، حلو كتير. مظبوط، الأهل مرات بيكونوا غايبين للأسف، أو بيكون عندنا مثلا أهل متوفيين بعيد من هون، أو بيكون الأهل مش عم يلعبوا دورهم مظبوط كمربي. لأن احنا التربية بالنسبة لنا، نحن التربية هي لعنفية على طول. يعني التربية بده يكون ما في عنف،
مفترض والا ما بيكون اسمها تربيه، بيكون اسمها تنشئه واعطاء الحاجات الجسديه للولد من اكل ومن شرب ومن مدرسه ومن لبس. هيدي واجبات للاهل، هيدي مش تربيه، هيدي عم بعطيه الحاجات اللي هو بده اياها. كثير مهمة هالنقطة، إنه نحن يمكن عم نعمل واجباتنا مع الولد بس ما كنت عم نربيه 100% طريقة 100%. شو يعني التربية؟ يعني أنا عم نميله شخصيته، نعم. عم بعطيه القدرة إنه هو يكون عنده القدرة يختار، القدرة ياخد قرار، يكون حر بقراره، مش يكون حدا بس ناطر أوامر. يعني مثلا أنا بلفتولي نظري أهل إنه والله ابنك بيسمع الكلمة كتير وما بيخالف لي أمر، ورايق وما أحلي. طب انا شو عم ربي للمستقبل؟ عم ربي انسان ما عنده قرار، ما عنده حريه، ما عنده شخصيه ذاتيه، ما عنده كاركتير. يعني عم ربي انسان شو ما بقول له بقول له ايه، معناتها شخص تابع. رح هون سؤال هيك بيفوت نفسه، اذا انا كشخص لاحظت انه عندي سلوك معين او اي شيء زعجني، يعني ممكن هالشيء يكون من وراء التربيه اللي انا تربيتها، وانا ضروري هون اشتغل على حالي. بالضبط. كيف بقدر اشتغل على حالي؟ اوكي، في كتير مجالات لحتى الواحد يقدر يشتغل على حاله. في مثلا في عندنا نحن من الناس اللي بنعمل تدريبات، ورشات تدريب على الذكاء العاطفي، على التواصل العنفي، على التحكم بالغضب، حتى على التربيه، تربيه الاطفال. مثلا انا اختصاصي هو التربيه العنفيه. فبالتالي بنعطي الادوات للاهل كيف يتصرفوا مع الطفل، كيف يتصرفوا مع ابنهم بطريقه انه نحط له حدود من دون ما نأذي له شخصيته، من دون ما نحطم له شخصيته، من دون ما نعبي عنده عوامل سلبية تظهر بعدين بردات فعل مش كتير حلوة، مأذية لإله وللي حواليه. وفي غير الورشات، في مثلا يعمل في نحن مثلا، انا من الناس اللي بعمل متابعه شخصيه او مرافقه اللي بنسميها لايف كوتشينج، يعني استشارات بتكون وجلسات بالضبط. لايف كوتشينج اللي هو مرافقه للشخص لحتى هالشخص يقدر يطلع الطاقات اللي عنده، لحتى يقدر يحدد اهدافه بالحياه، كيف يقدر يوصل لاهدافه بالحياه. فكتير مهم هون، بدي احكي شوي معلش ستسوس عن اللايف كوتشينج. اللايف كوتشينج منا شغلة بسيطة، منا شغلة كيف ما كان، يعني مش مين ما طلع يحكي. ضروري نحكي هون ونقول انه بالفعل صار في سوء فهم لهالمهنة اللي هي مهنة يعني كتير مهمة خصوصي بهذا الوقت. 100% يعني كل حدا هيك بيطلع عباله يقول عن حاله لايف كوتش، بيطلع بيقول لا، لايف كوتش هو شخص عنده خبرة، عنده معرفة، عنده دراسة، عنده تجربة، عنده دراسة طويلة ليقدر يفهم الآخر شو بده، ليقدر يظهر من الآخر الطاقات اللي عنده، يقدر يخليه يساعده يحدد أهدافه. لايف كوتش منه حدا بينظر على العالم، مش منظر، هيدا اسمه منظر. مش لايف كوتش، لايف كوتش هو مدرب حياة. يعني بيساعد الشخص يوصل لأهدافه، يحدد أهدافه، يفهم حاله أكتر، يحدد الطاقات اللي عنده ويساعده أنه يطلقها بالحياة، لأنه كل إنسان عنده طاقات عنده اياها بده يطلعها بالحياه. هيدا دوره بالحياه، هيدا هدفه بالحياه، هيدي رسالته بالحياه. يعني هدف اللايف كوتش انه يساعد الاخر يلاقي رسالته بالحياه ويقدر يمشي فيها. طبعا رح تمرق ارقام التليفونات باسفل الشاشه، فيكم تتواصلوا معنا كمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا فقرتنا بعدها ما خلصت لانه في موضوع كتير 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 مهم، ومن خلال تجاربك أنا بحب أسألك قديش عم نلاقي نتائج بالفعل، يعني تغيير صار عند الأشخاص بحياتهم من بعد ما قرروا أنه هن يبدوا يفتحوا صفحة جديدة بحياتهم ويتركوا كل هالأشياء اللي تعلموها قبل. حبيت قرروا لأنه هو كله قرار، قرار هو قرار صح. قديش مهم بالفعل نلتزم بهالدورات اللي عم نعملها أو بهالأشياء اللي تعلمناها جديد. مثل ما قلتي سوسن، هو قرار. نعم. يعني كل شيء واقف على قرار. بدنا نقرر نغير حياتنا، بدنا نقرر نطور حالنا، بدنا نقرر نحسن حياتنا. نعم. بدنا نقرر نحط هدف بحياتنا، مش نعيش كيف ما كان من دون أهداف. لأنه اللي ما بيحط أهداف بحياته مثل أي حدا عم بيسوق سيارة ومش عارف حاله وين رايح، أو مثل كابتن طيارة وما عنده خطة، ما عنده بلان قدامه، ما عنده خريطة ماشي عليها، حيفوت بالجبل بالآخر. كتير نحن تشبيه هو بيوجع، يعني بالضبط انه هالقد نحن ما انتبهنا يعني عم بيصير معنا، منفوت منفوت بالضبط. قبل ما نتابع رح ناخد فاصل قصير ونرجع.
نتابع معكم مشاهدينا مع ضيفتي نيلة الحلاني، ورح نحكي هلأ عن موضوع كتير مهم. نيلة عملت كتاب اسمه My New Me Read No Grow، رح فرجيكم عليه، طبعا هي رح تخبركم عنه، فتفضلي نيلة. شكرا سوسن. هلا نحن قلنا انه اذا الواحد بده يشتغل على حاله في عنا ورشات تدريبيه، وفي عنا المرافقه او المدرب الحياه اللايف كوتش، وفي عنا ممكن الواحد يشوف في كتب كتير ممكن تساعده انه صح. يطور ذاته لانه موجودين كتير بالسوق. هلا انا عملت كتاب اسمه My New Me، يعني انا الجديد، وكتاب روعه انا بلشت فيه. شكرا سوسن. هذا الكتاب عباره عن 9 فصول. نعم. كل فصل بيحكي عن شغلة فينا، شغلة بشخصيتنا نقدر نشتغل عليها. نعم. بتحكي مثلا أول صفحة تعريف عن الذات، مين أنا. وتصدقوني كتير عالم بيفتحوا هذه الصفحة بيلاقوا صعوبة يحكوا عن حالهم أو يجاوبوا على الأشياء المحطوطة فيها، لأنه كتير قليل الواحد يكون عنده الاتصال بذاته. نعم. بقى في عنا كذا فصل. فصل فيني أطلعك وقول إنه أول صفحة فيها I am the hero of my own story. صح، هيدي أهم شيء. أنا بطل قصة حياتي. نعم. بالضبط. نعم. كلنا أبطال حياتنا، كلنا أبطال قصص حياتنا. ممنوع حدا يعملكم حياتكم، ممنوع حدا يعيش حياتكم عنكم، أنتوا بتعيشوا حياتكم، حياة جايين كل واحد يعيشها، هو يخبر قصته هو، مش قصة حدا تاني. وممنوع حدا يسرق له حياته ويسرق له دوره من الحياة. وهدفنا اليوم من استضافتك نيلة هو يعني نضيء على هيدي، ولحتى الإنسان هو يطلع قوته من جوا، ما بقى خلاص يردخ ويا. بالضبط. كلنا عنا طاقات جواتنا جايين نعيش حياتنا بقرارنا بخيارنا بإرادتنا، مش طبعا لإرادة حدا ولا لخيار حدا ولا لقرار حدا، لأن كل إنسان عاش حياته بمثل ما هو بده، أو سمح لغيره يلعب له بحياته يصطفل، بس بالنهاية نحن جايين على الحياة لنعيش حياتنا نحن، نعيش دورنا نحن، نحن أبطال حياتنا، ممنوع حدا يسرق حياتكم منكم. فهيدا الكتاب هدف، هو كتاب أنفات كتاب ودفتر. نعم. يعني هيدا الكتاب بيفتح الواحد فيه عنده تمارين معينة كتير بسيطة وكتير سهلة وكتير حلوة بتخليه تابع تطوره الذاتي. هيك اذا ما بده يروح عند لايف كوتش بيشتري الكتاب، كثير حلو، بصير بيتابع ذاته. يمكن يكون بيستحي يروح عند لايف كوتش بالاول، او بيستحي يروح عند معالج. هذا الكتاب هو بيبسط الامور وبيقسم بالضبط. نعم. يعني بيحكي عن اهميه العادات بحياتنا، العادات الايجابيه اللي بتطورنا اللي بتخلينا نوصل لاهدافنا اسرع. بيحكي عن القيم، اهميه القيم بالحياه. القيم الاساسيه اللي هي العيله، اللي هي العلاقات، الصداقه. ما تعودنا بمجتمعنا عن هاي الكلمه، القيم تبعنا، قيمنا. اكزاكتلي. نعم. قيمنا، لانه للاسف صرنا عم نلاحظ في نوع من تراجع للقيم. صح. هذا الشيء كثير مؤسف، لانه إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بقى القيم كتير مهمة. كمان في تشابتر عن القيم، فصل عن القيم، ومتابعة لهالقيم هيدي، متابعة يومية شو هي القيم اللي عم نتابعها. وفي كمان مش رح بحكي عن كل شيء، في عنا عن الأهداف، كله أهمية الأهداف، أهمية الامتنان بحياتنا، قدي مهم الإنسان يكون ممتن للي هو عنده إياه. gratitude. قدي مهم إنه كل شيء بنحصل عليه نمتن من قلبنا، مش إنه قال الحمد لله أنا منيح، هو من جوات حاله عم بيقول عم بعيد كلام إنه الحمد لله، بس مش حاسس بقيمتها، مش حاسس فيها. لا، بدها تكون من جوات قلبنا الامتنان على نظرنا، على سمعنا، على مسنا، وكل هالاشياء. نايلة حضرتك بتساعد الاشخاص خلال الجلسات انه بالفعل يصيروا يتمرنوا، يصيروا يعملوا كل هالاشياء مثل ما قلتي من قلبهم. صح. لحتى يلاقوا نتيجه بالنهايه. كل انسان لله. كل انسان عم بفتش انه يغير، بده يشوف نتيجه. بالضبط. والحمد لله كل الناس اللي رافقتهم لحد هلا حياتهم تحسنت مينيموم 80%، وهذا الشيء انا كثير ما عندي شك بالموضوع، كثير مسروره فيه بصراحه. في رح بحكي عن الفصل الخامس اللي انا بعتبره هو فصل كثير مهم، اللي هو حب الذات. نعم. حب الذات يلي بس حتى نوضح للعالم، حب الذات هو مش انانيه. حب الذات هو تقدير الذات، هو احترام الذات، هو معرفه قيمتنا الذاتيه. نحن عندنا قيمه. نعم. مش مقبول نتنازل عن قيمتنا لحدا مين ما كان يكون. القيمه الذاتيه مش مسموح نسمح انه ننهان او ننزل او تنمسح بكرامتنا الارض كرمال مين ما كان يكون. ما حدا
له حق يدمر لنا قيمتنا الذاتية، ونحن أول ناس ما قلنا حق ندمر قيمتنا الذاتية أو نتنازل عنها. فالفصل تبع حب الذات هو بيوضح كيف نحن منحافظ على حب ذاتنا. شو يعني حب ذاتنا؟ معناتها أنه اهتم بحالي، اهتم بصحتي، اهتم بأشياء، اهتم بحاجاتي، ما حط حاجات الآخرين قبل حاجاتي، ما قلد غيري، ما أكون نسخة عن غيري. مهم شوف الآخر وأخدمه، مهم كمان شوف حاجاتي. إذا أنا ما عندي تلبية لحاجاتي ما بقدر لبي حاجات حدا. إذا أنا ماني مرتاح بحياتي ما بقدر ريح حدا بحياته. طبعاً موضوع حب الذات موضوع كتير كبير، يمكن بياخد فقرة لحاله، بده لحاله ساعات بالحكي. وطبعاً كمان في متابعة تمارين كتير مهضومين بحبون العالم أكيد، لأنه بيذكرون شوي بحالهم أكيد عن أهمية الروتين اليومي. هي الورقة والقلم شغلة ما لازم نشيلها من حياتنا رغم وجود يعني كل التكنولوجيا قدامنا، لازم لأنه كتير ضروريات لحتى نشوف كل شيء قدامنا على الورقة والقلم. 100%. نيلة، رسالة أخيرة مختصرة عن تقريبا كل شيء قلنا. رسالة مختصرة وبسيطة، بدنا نحكي على طول مع حالنا بطريقة إيجابية. ممنوع حدا يحكي عن حاله بطريقة سلبية. يعني يمكن معودين كتير انه مثلا بتلاقي حدا بيعمل غلطة يي ما أحبلني، لا مش مزبوط، هذا مش مقبول. غلطة كلنا بنغلط، كل إنسان بيغلط، بس ما حدا أهبل، لأنه الغلط طبيعي بالحياة. بدنا نحكي مع ذاتنا بطريقة إيجابية لحتى عقلنا الباطن يستقبل هالحكي هيدا ويصير يعطي انعكاس عن شخصيتنا، انعكاس إيجابي، لانه العقل الباطن سوري تبع الاخر بيقرا العقل الباطن تبعي، بيقرا الباترن تبع العقل الباطن. يعني اذا عقل الباطن عم يحكي معي طريقه سلبيه، عقل الباطن تبع اللي بوجب بيلاقي هالحكي وبينتبه لهالحكي وبيعاملني بطريقه ما فيها تقدير. اذا انا ما قدرت ذاتي ما حدا بيقدرني، ما احترمت ذاتي ما حدا بيحترمني، ما عندي قيمه لذاتي ما حدا بيعمل لي قيمه. وهذا الشيء بدنا نقتنع فيه من جوات راسنا، ونحكي هالشيء على طول مع حالنا، نحكي بطريقة إيجابية مع ذاتنا كرمال نعكس إيجابية للآخر وتقدير لذاتنا للآخر. بشكرك نيلة وبشكر حضورك هيك وطاقتك اللي بتعطي كلها قوة وكلها هيك يعني موتيفيشن كتير كبيرة، وإن شاء الله كمان بنشوفك بمرات جاي معنا. أنتوا كمان فيكم تكونوا جزء من هالفقرات إذا حابين تحكوا عن إنجازاتكم عن أعمالكم، طبعا فيكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام ووسائل التواصل الاجتماعي اللي طبعا موجودة بأسفل الشاشة. كمان بالنهاية أنا بحب أشكر كل اللي تابعونا، بحب أشكر سالون ملكة اللي اهتم اليوم بشعري وبالميكاب. شكر كتير كبير لسالون ملكة، شكر كبير للمخرج نادر حشاش ولكل فريق العمل بABC خليجية ببيروت، وانترونا بحلقات جاية ومواضيع أحلى وأحلى.